لعب نادي القناطري وأكون على الخير إن شاء الله. راه ما يغلبناس هادشي، وكاع اللي مريض واللي مصاب بشي حاجة كنقول له ما ديرش بالك. تنشوف راسي ما قداش وما بغاش ولي يدعي مني. إذا مرحبا بمشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أخبار الفجر المغربية وفجر السبور. دائما قناة فجر السبور وأخبار الفجر المغربية تتابع الحالات الإنسانية خاصة للرياضيين من مدينة قنيطرة جميع المستويات، يعني من الفئات العمرية إلى الكبار. اليوم احنا أمام حالة استثنائية، حالة اجتماعية، لاعب من الفئات العمرية ديال فريق النادي القنيطري يعاني ويعاني في صمت الحالة الاجتماعية ديال العائلة ديالو، حالة بسيطة يعني ما يستدعي تدخل الجهات ديال المدينة سواء من المحسنين أو من الرياضيين. وخاصة أنا هذه رسالة أوجهها إلى الإخوة المكتب ديال النادي القنيطري، أن هذا اللاعب كما ذكرت لاعب من الفئات العمرية ديال الفريق والآن يعاني وفي الشدة كيبان المعدن الأصيل. أنا متيقن أن الشباب الآن اللي كيسيروا فريق النادي القنيطري كلهم من المعدن الأصيل ولن يتخلوا على واحد من أبنائهم، أن كيبقى واحد من أبناء مدينة القنيطرة، واحد من أبناء النادي القنيطري، واحد من الرياضيين الآن يعاني وحنا في الجنب ديالو. نحن معاك إن شاء الله، هذه إن شاء الله شدة وغتزول، ماشي آخر الدنيا. هذا مرض أكيد خبيث، ولكن راه مع التطور الحاصل حاليا في الميدان الطبي والعلاجي حتى حاجة ما بقات صعيبة ولدي. اللي خصك أنت هو أولا تسلح بالشجاعة وبالإيمان ديال الله وفي الإيمان ديال العائلة ديالك. أنا نعطيك فرصة أنك أولا تقدم نفسك. المهم بسم الله، ومعكم عز الدين برنا لاعب النادي القنيطري ولاعب دينا القنيطري حاليا. وكما كتشوفوا الحمد لله ما هذا المرض ما يقضيش عليا، وكنتمنى غير الخير وان شاء الله غادي يتداوى هذا المرض. والحمد لله اللي جات من عند الله هي اللي كاينه، وربي كبير وما ما كاينش فقدان الامل، كاين الخير ومتشبتين بالله ولي واقف معنا الحمد لله وربي كبير. وكنتمنى ان شاء الله اي شفاء العاجل. شكرا لكم. انا من خلالك كنبغي نوجه واحد الرساله لكافه متعاطفين مع ابناء المدينه. لما تبغي توجه رسالة ديالك انت شخصيا؟ رسالة لكاع جميع، خاصة المسيرين ديال نادي القنيطري والمحبين وجميع. شكرا لكل شيء، كاع اللي بغى يتعاطف وبغى يعاون شكرا ليه بزاف، وكاع اللي تيقول الله يشافيه والله يدير له شي تاويل الخير تنشكرو بزاف. والحمد لله على هذا الشيء كامل. انا الجميل فيك اللي لاحظت هو انك الحمد لله متسلح بالعزيمه وبالسلاح، ان تقدر اذا بقيتي هكذا في هذه الحاله انك تقدر ان شاء الله تغلب، لانك الان انت الجسم ديالك في صراع مع هذا المرض الخبيث وما غيغلبكش، لان عندك في ديك الجهه كنظن ان الناس تصابوا اكثر من ديك الحالات وتشافوا، ولكن كيبقى دائما تسلح بالعزيمه والايمان بالله والثقه في العائله ديالك اللي كتساندك عليه. الحمد لله الحمد لله، وغيكون على الخير ان شاء الله. راه ما يغلبناش هادشي، وكاع اللي مريض واللي مصاب بشي حاجه كنقول له ما ديرش بالك، ثق في الله وان شاء الله يكون على الخير، وربي كبير ومعنا كامل، وصلي ودعي والحمد لله يكون على الخير ويوقفوا معك الناس. وتنشكر جميع الناس اللي تيبغيو يوقفوا معايا وبغيو يعاونوا، تنشكرهم بزاف وشكرا لكم كامل.
لا شكر على واجب، حنا كنقوموا بالواجب، حنا رسالة مهمة لأن أننا نبلغوا صوتك للناس، فهمتي؟ باش اللي بغى أنه يتصل قناة أخبار فرج المغربية كيعرفوها الناس في كاينة، أي واحد أي محسن بغى يعاون هذا الشاب هذا لأن تبارك الله باقي في مقتبل العمر، كما قال هو مسلح بالعزيمة والإيمان، ولكن لازم واحد الدفعة مادية، لأن كنعرفوا أن هذا المرض الخبيث كيطلب مصاريف، وحنا كنعرفوا كما ذكرت أنا العائلة بسيطة، فكنتمنى من جميع المحسنين وخاصة عشاق فريق النادي القنيطري أنهم يضافوا، فكما كنديروا أوراق افتراضية باش نساندوا الفريق، اليوم واحد من أبناء الفريق يعاني، إذا نديروا شي حركة، نديروا شي حاجة. حنا كأخبار الفجر المغربي حنا الاولين غنمدوا يد المساعده، واللي بغى يعاون حنا 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 بابنا مفتوح، راكم عارفين في كاين، كتعرف كيفاش دايره النفسيه ديالو، واش قوي، واش واش يتغلب، واش كذا كذا كذا، ربما انت عايش تدير الصبر. قدم اولا نفسك. السلام عليكم، معكم زكريا زكيدو ابن مدينة القنيطرة، أنا الخال ديال عز الدين برهنة، كيقول الخال والد، حيت معاه بصح كنعتبرو بحال الابن ديالي، ولو أننا ما بيناتناش فرق كبير ديال السن. عز الدين يعني ما بين ليلة وضحى ديالها حتى لقينا أنه مصاب بمرض السرطان، حيت معاه ما عرفناش هادشي هذا في مدة طويلة، يعني دابا يلاه في مدة قصيرة، يلا هادي شي 4 شهور تقريبا. النفسية ديالو مزيانة، يعني تعايش هو مع المرض ومستقبلو، حيت معاه كاينين صحابو وحبابو والعائلة كنساندوه، ومنين شاف بأنه كاينين الناس كيسولو فيه ومهتمين بيه وكذا، يعني النفسية ديالو مرتاحة الحمد لله، وكيصلي كنقول له كن عندك العزيمة في الله تكون قوية إن شاء الله، ربي ما غاديش يخيبك، حيت مع كاملين كنديروا اليقين في الله سبحانه ومخلي الامور على الله، وكنتمنى من انه يتشافى شفاء العاجل، لان الامور ما بغيناش حنا نخلعوه، ولكن بغينا نخلو النفسيه ديالو تبقى ديما طالعه، حيت مع الى هبطت النفسيه ديالو السرطان غادي ياكل منه بزاف بزاف، وحنا نخلي له العزيمه ديالو طالعه ومطلعينه، وكنوقفوا معاه وكنشجعوه ومبسطين له الامور ما مصعبينهاش ليه، وكنشكر جميع صحابو كاملين، لا ديال المدرسه ولا المدير ديال المدرسه ديالو ولا الحارس العام ولا اصحابو ديال القسم اللي مساكن جاو عنده وقفوا معاه، ولا المسؤولين كاينين شي وحدين في الرياضه هما سولوا فيه الله يجازيهم بخير، كاينين الناس الحباب هنا ديال الحومه، يعني كلشي بصراحه كيساندوه نفسيا، كيساندوه كيوقفوا معاه ومشجعين، وبصراحه باش ان النفسيه ديالو ما تدمرش وتعبك. شكرا لكم. انا ام عز الدين برهانة، شنو نقول لكم، كنتمنى لولدي الشفاء، كنتمنى من ربي يعاونو ويصبرو ونتخطاو كاملين هاد المحنه وحتى هوايا، وكنطلب من المسؤولين ديال الكره يعني يعاونونا، ما اضطرينا نقولوا هاد الهضره الا وانتم عارفين انه هاد المرض هذا يعني خطير، والتكاليف العلاجيه ديالو جد مكلفه بزاف، يعني الولد ديالي خلال هاد 3 شهور هادي ولا 4 شهور انتشر فيه هاد الشيء، يعني ما تنشوف راسي ما قداش وما بغاش ولدي يدعي مني، مي هاد الشيء اللي غنقدر نقوله. شي ناس يعني كتفهم كتعرف هادشي في الإدارة ديال السويسي في المستشفى بن نسيم، يعني هذاك راه يديروا واحد المجهود كبير أننا يوقفوا معنا واحد الأجر كبير، أن هادي رونديفو ديالهم كيزالطو بزاف باش يعطيك رونديفو راه كيزالطك، وما يمكنش السرطان، ما يمكنش هاد المرض تعطيه وقت تخليه بلاتي نقول، حيت في الاول كانوا قالوا لنا غيديروا له عمليه وحيدوه، داكشي انتشر ليه في النهار، داكشي علاش ما
فهمتي تشغلوا في الوجه ديالو ما يعني مشينا بغينا نسولوا في الكلينيك وداك الشيء فمكلف بزاف بزاف راه انت عارف. من خلال الحوار ديالنا مع العائله ديال عز الدين اتضح ان هناك مشكل ديال المواعيد اللي كيبغيو ياخذوا مثلا من ابن سينا من الرباط فكيعطيهم شي مواعيد بعيده بزاف. يعني حتى في هذه النقطه كنطلبوا ان اي واحد قريب من القرار انه على الاقل يسهل الولوج ديال هذا الشاب هذا اللاعب هذا الى المركز الاستشفائي ديال ابن سينا ديال ابيسان في الرباط، لان كما كتعرفوا ان هذا المرض الخبيث ينتشر بسرعه، فما لا كيطلبش انه يكون شي موعد وموعد بعيد بزاف. لذلك اطلب مره اخرى من اصحاب القرار من اعلى مستوى مدينه القنيطره انهم يتدخلوا على الاقل ناخذوا شي رانديفو قريب لهذا الشاب هذا. وأمنية الكبيره عندي انه يدخل شي محسن، وسبق ان واحد المحسن دخل في الحاله ديال احد المشجعين ديال القنيطره تكفل به ولا زال يتكفل به. نتمنى ان تكون شي تدخل مره اخرى شي محسن من ابناء هذه المدينه اللي كيغيروا على بعضياتهم ويشوف من الحاله ديال هذا. انا ما نقولش اللاعب نقول هذا لان باقي انا كنشوفه باقي طفل ماشي، لان باقي ما شاف والو في حياته، خاصه كما قالت الام ديالو انه الابن الوحيد عندها بنات اكيد، ولكن هو الابن الوحيد. نتمنوا له الشفاء، نتمنوا مره اخرى تدخل الناس من اعلى مستوى. شكرا. بحال هكا في الدنيا.